شوف كيف بكتب الكا. ماما. اه ماما. وين جاب يا ترى يجي يكتبوا واجباتهم؟ صباح الخير. النودي. ليش مصدوم؟ انا ما لحقناش تستعملوا المات عشان صار بده ينمزع ماما كتابه. وهالي اليوم قصة. اسمع انا برأيت عن نهرب انه انت بتتبهدل لانه معلم فيه في حفلة هون. انت حليت واجباتك؟ ما حليتهم؟ سنود ايش؟ شو هذا الاخضر؟ اخضر اليوم طالع بس الله يحفظك. شوف النزلين يلا لمبكين. شوف 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 شوف. السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم؟ رجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد يا جماعه. فلوج اليوم زي ما شفتوا باول فيديو ماما قاعده بتبهدل فينا كلنا. انا وريد ما دخلنا جاد واياد وجنا عشان عندهم واجبات كثير ومتراكمه. فاللي حيصير اليوم انه عصومي التيتشر عصومي سند صح راح يدرس جنا عشان جنا اصعب. وجاد واياد مش مشكله جاد واياد شاطرين وجنا شاطره يعني بس جنا عشان في لها مواد صعبه شوي لانه اول مره بتدرس هون بتركيا ففي لها مواد صعبه يعني فراح ادرس اليوم. فخليكم معنا تشوفوا البلوج ان شاء الله تنبسطوا وتستمتعوا هيك خفيف خفيف صح سنات صح صح ولا مش صح صح اوكي. كان معك ورقه كان معك ورقه فيها الاسئله كلها وينها اللي كانت معنا امبارح بسرعه هاي تصريح شو تصريح الدراسه هاي كعكه هاي حسيت انا خلص خلص انا كلها وانت رسمي مدرس مع هاي ما ضل اسمع نظارات ونسكافيه وهيك ما شاء الله عنك وينها ورقة هي بس ورقة وين؟ أيوة أنا بدور. أنت شو المدرس معصب هيك على طول؟ عن جد يعني إيش في؟ من أربع سنين بشرح لها بالدرس من هي صف أول بشرح لها فيه مش أنا لا ما فهمته. لا لا صف من أربع سنين يعني صف ثاني. اللي هو ما بصير صح؟ وأنت صف سابع. أنا أكتب لك مسألة. تعي. عصير. أنا أكتب لك مسألة. نسيت. أنت مبسوط هلا جاي دورك هلا أصبر. لا لا. يلا. يلا هذا الدرس الدرس شرحت لك اياه 2 سهله اكس زائد 3 بيساوي 6 انت سهله انا احللها احلى لا سهله احلى اسمع والله احلى طبعا انا لو هو شو المشكله هسه جنى لانه هي ما كان زمان يكتبوا لها السنه الماضيه كان يكتبوا لها بالعربي اسئله بالعربي هلا الاسئله بالانجليزي فهلا شو راح يحكي لها solve the equation حل المعادله او شو اسمه اوجد قيمه اكس بار شو معنى اعطيني تفضل اول شيء شو حكينا الدرس شرحت لك اياه 3 مرات من شيء الاقوى من شيء الاقوى يلا شو بنعمل ايش بنضرب الاثنين بالاكس اه وبنضرب الاثنين بالثلاثة حلو بس 2 ضرب اكس يعني 2 اكس حلو و2 ضرب 3 6 ها طيب يلا بصير 2 اكس صح بصير هون ايش بنكتب بنكتب 2 اوكي اكس اوكي وهنا 7 لا دي تلفش انت 2 اكس اوكي بعدين شو دي. شو الاشاره اللي موجوده عندنا هون بلس طيب يعني شو نحولها بلس ماينس بلس اوكي دي بلس 6 تمام كملي يساوي اسكت انت ما تحكي اسكت تحكي لحالها هي ايكوال اوكي ايكوال شو شو ايش هو ايش هو عندك بفكر افكر اوكي هلا شو بنعمل هلا صور استاذ هلا احنا خلصنا 2 اكس زائد 6 بيساوي 6 هلا شو بنعمل عشان شو بنعمل فكري شو الخطوه اللي كانت بعد ما نفك الاقواس خلينا افكر امبارح احنا درسنا امبارح الناس امبارح بالليل يلا شو بدنا نعمل سيرتي في اشي بخليه بجهه واشي بخليه بجهه بنخلي الاكس 2 اكس لحال ايوه 6 و 6 لحال ايه شاطره لا يا عصبي يلا ما بعرف انت ايش تسوي يعني لحظه في طريقتين لهذا الشيء الطريقه الاولى انه يا بناخذ الستة هاي بنوديها هون بتصير طبعا ماينس اوكي او انه بنحط ماينس 6 هون وماينس 6 هون ما فهمتي صح معناته بناخذ الستة هاي بنوديها هون شو بتصير عندنا ماينس 6 شو بضل عندنا هون 2 اكس اكتبي المعادله تصير 2 اكس اوكي 2 اكس
اوكي اوكي لا ايكوال اوكي 6 ماينس 6 حلو هلا كملي 6 ماينس هلا كملي بعدين شو بصير 6 ماينس 6 كم 0 اكتبي 2 بر حتى افكر فيها 2x ايكوال 0 2x ايكوال 0 هلا ايش بدنا نسوي هلا بدنا اسكت بتلصقوا خليها تحل لحالها اسكت بدنا بدنا ايش نعمل بدنا نقسم ليش عشان نخلي قيمه اكس لا عشان نطلع قيمه اكس الاكس كل حاله لازم نطلع صح ايوه بنقسم فبنقسم على 2 اكس على 2 اوكي بالطرفين هون 2 اها هون 2 الاثنين هون بتروح مع الاثنين هون 2 ايوه بضل بتصير بضل اكس بيساوي كم صفر تقسيم 2 كم صفر طيب ايش بيساوي صفر بعدين يصير لا صفر اكس تمام برافو العظيم اللي حلتها يعني وافقت من حالها كثير مبسوطه ما راح تنجح مع هذا الحل ما راح تنجحي استنى قرات اكتب لها مساله هي بس ضلها اعملها كمان معادلات هيك شوي شوي تعود طب تعال دورك هلا والله مرحبا مديره وسند مخداد مرحبا سند تعال عندك واجب حرام عليك خوفته تعال عندي على الطاولة هلأ فورا وحالا باكو عليك يومي تعال طلع منظرهم طلع طلع كيف خلاص لا والله ما انت جاب والله ما انت معصب خلاص ابو سوس ماما هذا الشاب مش عارف ايه هذا مو عارف يحل الواجب لا هاي مو كاف هاي كاف عندك وكاف هاي كاف مشمش شوف هاي الله خوخة ما هو شوفي على كم هو ما والله خطه جميل اياد يعني في منه امل شوف كم كلمة هذا خطه شاطر بس مو عارف يكتب الكاف لا اسمع عصوم شوف كم عصوم لا عصوم هاي عصوم شوف كم كلمة على كاتبه انا كتبت لي اياها وينها؟ مو صح؟ لا هاي كاف عندها شو اسمه؟ صام! اول شيء شو انا كم كاتب وهو كم كاتب؟ طب انت شو موقفك من الموضوع؟ هو جاي يراقب ولك ليه وجه انت وحدة مبتسمة انت وحدة مبتسمة انت وحدة كان بده ينام بس جيت اشوف هدول شو بخبر فانت تعالوا نلقي نظرة على كتب جنة لانه ما شاء الله لا مش كتب جنة لسه هناك في هذا شو هذول كمان هذول الانجليش طلعوا هذا كتاب انا بالتوجيه بصف باخر سنه بالمدرسه ما اخذته ما شاء الله كل هذا كتاب جنة وفي اللي تحته هي هذا برضه انجليش شوف شو هذا جنة هذا الاثنين انجليش ما شاء الله واحد هذا انت اي صف انت سابع تمام واحد قراءه وواحد حل الواجبات والله كم صفحه خلينا نشوف طلع اكثر من 500 صفحه يا اخوان شوف كيف بكتب الكاب شوف كيف تكتب الكاب ركز معها اعطوني اسلحه الامهات ما بتجيب لنا بالشبشب اعطوني اي سلاح لا ما بصير الضرب صح جادو لا للضرب رحت انا بايدي يكتب كتب اكتب يلا انا رحت واحدة من اكلاتي المفضلة يلا شفت الكاف كيف استنى شو اشرح له الكاف اوكي ايش رحيل الكاف هيك الكاف نعمل عصارة هيك بعدين بنلفها هيك صلخ الشرح نعمل عصاية هيك هيك احنا درسنا عصاية عصاية انا كده عصاية ماي وانت هيك انت مقتنع انك تحلي قاعده اي هي عصاية مختلفة يك انت انا تركتك تدرسها على فكره المفروض يعني شفت يا بصوص انستغرام بعلم عليها ايش يا معلم مستغرب انا ايش في مجتمع غريب ما هيك وين الياء طيب؟ انت كتبت الكأكا لحالة ايش فيه؟ حجي ايه بضحك عليك بس بضحك كم بضحك والله مبسوط بالانستغرام؟ يك توب يلا اكتب لي طب هذا اموره تمام؟ هذا مخلصهم الكلمات اصلا شو بعمل؟ ابي هلا شغال في الحركات انا بدي حاول اكون شطور دعي عليك هيك حاول اكون شطور
انت انت هو ايش ايش قبل ما تصير شطور هاي ايش ايش شب شبار ينام ايش هاي نمت 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 ينام جا صلع مالخ بحكي ينام هو ينام هلا ايش صار فيه نام نام نمت سي مصر انها نمت انا كنت بنام بس فكرت غلط لا لا ما انت ما تفكر خليني انا افكر وانت نمت مسوس هم هدول الناس غريبين بضحكوا فجأة بحيطوا فجأة بدرسوا فجأة انه بعدين ام انه مش نونو مش نونو الف انه ام سمع اسمع انه بعديها ام ان مين محمد اكتب كتب اعطونا الان ابو السوس بده يكتب لكم جملة ابو السوس تعال امسك بابا طبعا برا بابا انا اعتذر انه احنا يعني مش عارفين يدرسوا هنا فحقك علينا عصومي تعال شوف ابو السوس بده يدرس شوف ابو السوس كيف بده يمسك القلم ويكتب امسك 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 القلم كابتن كابتن ارمي الورقه تشرب مي فوق ليش بدنا نكتب لا لا طلع فيني على فكرة بس تكتب بس بس تكتب تطلع الدفتر ايش عم تسوي شو قدمت سند برافو مش كنت بصف الدهشة يلا سند احكي لهم اعطونا لايك للفيديو احكي احكي لهم لايك ايوه ارفعي له اصبعه الابهام يلا اوكي جماعه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا هيك بس كان يوم خفيف جدا يوم دراسي يوم الدراسي العالمي هذا كان اعطوا لك الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اشتركوا بالقناه وشريبه ومع السلامه